شكرا من القلب استاذه خوله. حقيقه الهمتيني اكتب كلمات، بدي من كل من عم يتابعني هلا تسمعوا هاي الكلمات اللي كتبناها لفريقنا العالمي صحه ومال. تمام، طيب لاحظوا واعطوني تعليقات لنشوف ارائكم بهذا الشيء اللي كتبته. فريقنا النجاح الهمتنا، فريقنا العطاء عودتنا، فريقنا الصعاب سهلا لنا، وغاية في النوايا يرضى بها ربنا، فريقنا في الليالي يدعو لنا، ربنا لا تنسانا والنجاح اكتب لنا، واصلح لنا حالنا مباركا أرزاقنا، افتح لنا أبوابها مولانا لنا في عطائك سؤلا، انظر لنا مبدلا ذلنا مولانا لنا في فريق عالميا عزنا مولانا لنا في فريقا ساهرا عاملا فانظر لنا مولانا لنا في المطامع مقصدا يا كريم أسبغ علينا نعمة مولانا لنا في الحشاء محبة للفريق فاكفي بها الطامحين للعلا. أعطوني آراءكم بالتعليقات، هاي الكلمات كتبتها من القلب لفريقنا العالمي صحة ومال حول العالم، الفريق المسوق العامل بالجد والطامح للعلا. تحياتي لحضراتكم، نادر عثمان.